ذكرت لي من زمن موقف مع الإمام الخليلي. نعم. كنت أنت زرت الإمام الخليلي و بعد ما بغيت تترخص قال الإمام الخليلي ابقى معي تتقهوى. ما الغرض الذي كان؟ وترددي لمنزل الإمام الخليلي ولغرفته الخاصة، وعنده غرفة خاصة تأويها فاطمة بنت أحمد بنت عم الوالد. على كل حال أنا يعني في ذلك الوقت ما عندي حرج من الدخول معنا، لأن بين 9 و10 من العمر كنت أوصل حاجات خاصة بين الوالد وبين الإمام يرسلني إليه، من حيث ما محتاج إلى استئذان ولا تكليف بشخصية أخرى. كان الإمام ينظر إلي نظرة احترام وتقدير. حتى ذات يوم من الأيام كنت جيت وقت غداء محضر الغداء للإمام، قال تتغدى معنا، وكان الغداء عيش رز أبيض وعوان ويسموه معصور ليمون. تغديت معه. لما فرغنا من الغداء أخذ من رف الغرفة أنباء يريد يقص حالي أنا علشان نقعد نحن وياه. قلت أنا أكفيك الإمام أنا أقص. قال لي لا أنت ما تقص. ما أدركت القضية، لكن لما عدت فقهت بعد فترة طويلة على أن الطفل لا يؤمر إليه قبل البلوغ بتناول سلاح حاد، إن لو أخطأ يكون الضامن الأمر. هذه من لطائف ونكت العلماء، وحذرهم فيما يصح وما لا يصح. لذلك المؤمن حذر دائما وأبدا.